اليوم بناء مدرستين وافتتاحهما في قرية دلحة وفي قرية الجكة. تضم هذه المدرسة في قرية الجكة قرابة 150 طالب، وترفد القرى المحيطة بها وتخدمها جميعا، كون لا يوجد مدرسة حديثة في القرى المحيطة والمزارع المحيطة بهذه القرية. وأيضا قرية دلحة تم افتتاح مدرسة فيها هذا اليوم تضم قرابة 150 طالب، أيضا تخدم طلاب المنطقة، كونه لا يوجد مدرسة تم تدميرها في الحروب السابقة في المنطقة. هذا المشروع يخدم أبناء القريتين. التعليم حقيقة من الأمور التي أرجو من جميع المنظمات السورية أن تركز عليه. إعادة هؤلاء الأطفال إلى مدارسهم هو رسمة بسمة على مستقبلهم، يكون إن شاء الله لبنة بناء في سوريا إن شاء الله.